ازيكم؟ الفيديو النهاردة هو مش استعراض لموديلات قد ما هو محاولة لتقديم أفكار للشبكة أو لهدية قريان الفاتحة في حدود من 10,000 لعشرين ألف جنيه بالدبلة والمحبس. الكوليكشن اللي معانا موجود عند مجوهرات فؤاد أحمد. لو عجبك الفيديو ياريت تديله لايك وأسمع رأيكم في الكومنتات. أول حاجة ممكن نبتدي بالأنسيالات، حاجات سمبل. مع الدبلة أوزانها خفيفة من 3 لـ7 جرام، أو ممكن نحط معاهم التوينزات الأوزان من 5 لـ10 جرام. وممكن بدل التونزات يبقى الأنسيال مع الدبلة، ونحط بدل التونزات المحابس. ممكن برضو نستبدل بدل التونزات والمحابس نستبدلهم بالخاتم السولو اللي هو فص واحد، ودول أوزانهم بتبقى خفيفة. في بقى عندنا تاني أوبشن وهو النص طقم أو الطقم الإسويرة والخاتم، أوزانهم مختلفة والكوليكشن كبيرة، سواء ذهب أبيض أو ذهب أصفر، والأوزان ابتداء من 7 جرام. ثالث اوبشن معانا هو الاطقم الكامله الخفيفه، سواء 4 قطع او 3 قطع. وطبعا الفرايتي في المحل اكتر بكتير، انا بس حبيت اوريكي الافكار وهستعرض معاكي موديلات تانية. وهنا هنستعرض مجموعه من الموديلات تقدري تجمعيهم بالطريقه اللي وريتها لك في اول الفيديو. نبتدي بالانسيالات، واسعارها بتبتدي من 850 جنيه واوزان ابتداء من جرام. والأوزان الخفيفة والموديلات السامبل دي ممكن بتتلبس منهم كذا واحد جنب بعض اللايرز، وزي ما انتوا شايفين في الفيديو ازاي بنعمل ماتشنج كل المجموعات الصغيرة دي. موضة قوي السنة دي ان احنا نلبس كذا واحد جنب بعض، سواء نفس الموديل او موديلات مختلفة بنظبطهم مع بعض او بنعمل ماتشنج. وفي المجموعة اللي قدامنا دي فيها الكور، دي طالعة موضة قوي السنة دي، والمجموعة دي أسعارها بتبتدي من 2400 لـ2800 على حسب طبعا الميزان. كمان الموضة السنة دي قوي العيون، موضة بقالها من السنة الفاتت واللي قبلها والسنة دي كمان مكملة معانا. وزي ما انت شايفة ممكن نعمل ماتشنج ما بين الموديلات، يعني نحط العيون مع موديل تاني معاها. كمان الكوينز موضة قوي السنة دي. وفي المجموعة دي أوزانها ابتداء من 3 جرام وأسعارها ابتداء من 2600، وزي ما قلنا ممكن نعمل لايرز من الموديلات المختلفة، وممكن كمان نضيف الخواتم الصغيرة. موضة قوي السنة دي إننا نلبس كذا خاتم صغيرين جنب بعض، وأوزان الخواتم من 1.5 جرام وأسعارها من 1300. في كمان الموديلات اللي الخواتم بتاعتها موجودة، ممكن نعمل ماتشنج مع موديل تاني زي هنا
هتضيفنا موديل فان كليف، وممكن نضيف الخاتم الفان كليف بدل السيركل. يعني الخيارات كتيرة ومفتوحة وموجود كل ألوان من موديل الفان كليف، عرضتهم في فيديو قبل كده. متوفر من الفان كليف الخاتم والأنسيال والحلق والكوليه، فرايتي كبيرة من الألوان. زي هنا مثلا ضفنا أنسيال الفان كليف مع أنسيال الكاف الأزرق، ممكن يتلبس معاهم كذا خاتم صغيرين ماشيين مع نفس الموديلات أو موديل الفان كليف نفسه أو موديلات فيها نفس الألوان. الخيارات متاحة قدامك كتيرة. في كمان اوبشن كده الاسورة مع الخاتم، وفي الاسورة الفان كليف معاها الانسيال الفان كليف والخاتم الفان كليف. ممكن لو حابة بتزودي الكوليه الفان كليف او الحلق الفان كليف. الفكرة ان السنة دي اللايرز او انك تلبسي كذا موديل مع بعض جنب بعض بأوزان خفيفة طالعين موضة قوي السنة دي. دول بقى أوزان أتقل شوية، لأن عايزة أوريكي فكرة اللايرز والطبقات، يعني ازاي بتلبسي كذا حاجة مع بعض بتنسقي ما بينهم. ممكن اسورة مع انسيال او انسيالين او ثلاثة مع بعض او انسيالين واسورة وبتنسقي لهم الخاتم. الكولكشن دي عند فؤاد احمد في المنشية، ويا رب الفيديو تكون الافكار اللي فيه عجبتكم، لان حاولت بالفيديو ده ان نخرج من الفكرة التقليدية للشبكة، تبقى عندنا حاجات متناول ايدينا اسعارها مناسبة وكمان بنستخدمها مش بنركنها، لان الشبكة التقليدية القديمة بتاعت زمان اللي هي التقيلة قوي الذهب التقيل عادة مش بنلبسه غير في المناسبات. فلو الامكانيات مش مساعدة ان احنا نجيب طقم بمية الف جنيه او بستين الف او سبعين الف او تمانين الف عشان نركنه، فسهل جدا ان احنا نفرح بامكانيات بسيطة وحاجات هنلبسها لانها عملية. فيا رب الافكار اللي تكون في الفيديو النهاردة تكون عجبتكم وتكون عملية، وياريت اسمع اراكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تديله لايك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.